كم دوبيا هيا لنا. السلام ورحمة الله وبركاته صحاب وصحاب، كيف بقيتوا مزيانين؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله بالعالمين. تما كنتشوفوا الفيديو اغلبيه ديال المتتبعين كانوا كتبوا لينا، كانت اختنا ودات واحد مسكوته فاش كانت جات خالتي حاده وعمي حميد، كان دات سنوات كانت واعره بزاف، وبزاف ديال البنات كتبوا لنا في التعليق عافاك اختي وفاء شاركي معنا ديك المسكوته عافاك عافاك، ومازال حتى انت كتبوها لنا يعني غنصور معكم اليوم، يعني كتجي واعره واعره بزاف وبسيطه، يعني تقدر اي وحده ديرها، ما فيهاش شي مكونات اللي هما صعابين. وأسامة كما كتشوفوا مسكوته، كاين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هذا المصطلح ديال المسكوته. شكرا أسامة حبيبه شكرا. وكما كتشوفوا حنا في المسكوتات ديالنا كما بغاو يكونوا، كاين الناس اللي ما كيعرفوش المصطلح ديال المسكوته. مسكوته حنا اولا كيكه، كيكه كاين اللي على حسب المناطق، كاين منطقه كتقول كيكه، كاين منطقه كتقول كدي مسكوته، كل وحده شنو كتقول زعما، ماشي زعما كيكه هي اللي مفهومه عند كلشي. كيكه اللي كيكه زعما خاشي ما عرفتش. المهم حنا ساكتين المسكوته الدقه هي هذيك شير يلاه. حنا خوتي باش نقول لكم، حنا المسكوته يعني ما كندوش فيها كاع فرص الرطب، كيما بغات تكون المسكوته دي اول حاجه كنبداو بها، يعني ديما كنستعملوا فرص الحرش، الحرش هو اللي كيطلع المسكوته واعره وما كتجيش مدقصه، يعني حتى ديك العجينه ديالها كتكون فتيه زوينه وما كتجيش مدقصه. جربوها البنات اللي مول فكات دير الفرص الرطب، يعني تجرب هذه الفرص الحرش كتجي واعره بزاف، وتنتوما براسكم فاش بغيتي تخدمي كاع حتى الملوي، حتى الملوي شي غير داك الملوي المسمن كاع لاقاش كان تيقول ملوي كان تيقول مسمن عاوتاني، كتخدميها فرص الحرش وشويه الفينو كيطلع واعر حتى ملي كديري فرص الرطب. جربوها وشوفوا، بزاف ديال البنات يتخلط لهم كيصحاب لهم هو الفينو، هو لا علاقه مع الفينو خاش هو ابيض، ها نتوما من لهنا كيبان لكم راه هو ابيض، خاش فرصة هو يعني ماشي زعما تقولوا راه فينو ولا هذا، فرص حرش كديري فرص الرطب وفرص فرص الحرش. اييه ماشي نقول لهري تقول عطيني فرص الحرش، فرص الحرش لاقاش حد البنت كنعقل تحيه ليها اختي زين من اكادير، كنا صورنا عندها كانت قالت لي اختي وفاء عافاك صوري لي الفرص الحرش، قالت لي راه ما عرفتش شحال لاقاش كل منطقه اش كيسميوه، كل منطقه شنو كيسميوه، كان اللي كي ما عرفت على حسب المنطقه ديال اكادير ما بقيتش عاقله بزاف، كانت قالت لي اختي فاك صوريه لي باش نوريه لمول الحانوت عاد يعطيه ليا، داكشي جا نخلي لكم التصويره ديالو وتعرفوه. بزاف الناس اللي لا تيمشيو للمول هذه تقولوا الفرص الحرش، كاين الفرص الرطب ديال الحلوه كاين الفرص الحرش عادي، حرش فرص راه كاين خلاص الرطب ديال الحلوه والعادي وهذا فرص حرش، ولكن البنات هذا وحق ربي على ضمانتي هو بحال ديال الدار غزال. غزال غزال عرفتي فين ما درتوه فين ما رديتوه حتى فاش تقلي الحوت ما ديريش الفرص الرطب، ديري هذا الحرش هذا تشي كيقلي الحوت والله لا تيقلي واعر، درت الاشهار انا لا شحال هذه شحال تنديرها وجات عندي واحد المراه اييه قالت لي بغيت غير نسولك عافاك تجي من العائله لعائله الحال تتقول، هي قالت لي بغيت نسولك اش تدير في الكيكه ديالك باش كتجي عافاك علاش؟ كتجي منفوخه وكتجي مفشفشه ما تجيش من الغنى ما تجيش الغينه ديالك كتحسي بها كتغلق لك فمك هادي لا كتضي واعره وتجي تاكلي منها ما تضركش ما تضركش كاع والله الا زعما البنات وجربوا هاد المسكوته هادي جربوها ان شاء الله والله، وهاد راه تحط طلب ديالكم اخوتي، وحنا دائما على الوعد ديالنا قطع اسامه قطع لكم ديما غنوريها لكم، واليوم ما شاء الله كتب باش نصورها معكم، يلا البنات جبدوا المقادير حيت كاين واحد المكون اللي هو خطير باش يطلع لك البنات مسكوته، ما غطح لكمش على البال كان اللي غطح له على البال، ولكن اغلبيه ما غطح لكمش على البال حيت السر هذا هي طلعتنا المسكوته عطاها واحد المذاق واحد اللون واعر بزاف بزاف. المهم ما نطولش عليكم بزاف، غندوزو المقادير باش نوريكم شنو غنديروا. اول مكون البنات كما كتشوفوا هو فرص الحرش نديت نبداو به، ها انتم البنات مصاب ايوب زوبي زومي ايوب شوف هكا باش نوري له، ها انتم شتو كي داير، ها انتم ها هو هذا هو الفرص الحرش البنات، ماشي طب حرش هذا، ها هو هذا شوف الملمس ديالو تيكون حرش صافي المس يكون واقف كتحس به واقف، حبات واقفين دانون دانون ديال نكهه البنان الا بغيتو بنان، ولا بغيتو الفاني بحال بحال ماشي مشكل، خمسه ديال البيضات ها هما دو هنايا، عندنا ثلاثه ديال الخمارات ديال الحلوه، وعندنا جوج خمارات ديال الفاني، وكاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده، والمكون هو دار عندي مخبعه هنا نوري لكم ولا بلاش البنات هذا بغيت نطلع لكم مسكوت سير سير بلاتي عاد وري لهم المكون نوريكم يلاه بعد اول حاجه غنبداو بها السلام دير خاطر السلام بعدا السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي تحيه لكم كاملين الله يسهل اموركم الله يعيد راحتكم وشكرا لكم وشكرا للتعليق ديالكم زوينه ايوا الله ينجح لكم وليداتكم يا ربي يمين وحده مسكينه قالت دعيو مع بنتي تنجح في الباك ايوا دعيو معها المشاهدين كاملين كنا ندعو مع بعضنا جميع المسلمين يا ربي امين كل شيء مساكن الله ينجحهم
ساكن تيضربوا تمارا وشوف شحال تيدوزوا تيقراو صهير واحد وصعبولو هاد المره صعيب والله غير جاهم صعيب مساكن الله ينجحهم الله ينجحهم يا ربي راه ما هذه كان كيجي عام صعيب عام سهل عام صعيب عام سهل دابا ولا كيجي كلشي صعب بنا فاش كاين الخير احق الله والله الله ينجح اي واحد كيدوز شي امتحان يا هذا شي كونكور الله انا بدا في المغرب ما نكذبش عليكم ولا كتبان لي يعني تدخل التكوين تاخذ حرفه احسن لك ما تقرا والله العظيم كتسلم القرايه قال لي هي القرايه عاوتاني عندها هي تخطي متى هي القرايه هي ضروري اسمعي لما غناش كتسرق باش تدخل التكوين راه بالقرايه المهم ماشي كاع ديريك التكوين وتخرج هذا تكون شدك الباك ديالك وتمشي للتكوين الباك شد الباك وتمشي للتكوين اه لا المقرا جاب الله بعدا ديك الساعات راه بعدا راه دار لي عليه لان ديجا كان قال الملك ديالنا في واحد الخطاب قال لك يعني كنصح الشباب انهم يديروا التكوين المهني يعني تكون اللي بينه تا هو راه فيه بزاف ديال الافق عرفتي شحال فيه ديال الاخر ولا راه شحال ديال القرايه راه بحال هذاك الشيء راه مجهد يعني كاين اللي كيقرا داك الشيء ديال الميكانيك لا تكنولوجي بغيتي تصنع داك الشيء ديال القابس بغيتي اي حاجه كاينه في التكوين اه المهم اخوتي دابا رجعوا لي المعقول غير شحال شفت انا واحد التعليق وشحال اللي قالت له مسكينه ديروا الجيم كل مره كل فيديو تتكتب لك الوفاء لا لا مسكينه قالت له الوفاء والي ديري لهم ديك الكيكه راه تيسوق لا نسك على حسب الكيكه على حسب الكيكه عرفتي تبارك الحدا اللي جا غدا خد داك التعليق اللي جاب داك التعليق بزاف داكشي ما شويه لا بغينا شكي معاهم اييه واش ماشي هادشي ديال القياب تبارك الله دابا الا جيتي ديرها داكشي باش ايوب ما تيبغيش هادشي ولا خصك حتى ماشي كيسيون ديال كثير دابا الناس مابقاش باغيين هادشي ديال الطياب ماشي بغاوش الوجود ما يدار تبارك باش تثق فشي واحد ويقول لك دابا المشكل وليت كنلاحظ مؤخرا انا في اليوتيوب الناس ما عاجبهمش المشاكل وداكشي اللي كيشوفوا ولكن كيتفرجوا فيه ما يمكنش غتحارب انت واحد الحاجه وانت كتفرج فيها ما يمكنش اييه غير حب الاستطلاع هذا المغاربه فين حب الاستطلاع خصك تعرف شنو وقع كيفاش علاش ياك لاباس اشنو كاين تقدر تعود التساؤلات في الراس حتى حنا خوتي ان شاء الله غنبداو بالبلوعه معكم حتى حنا حتى انا الله يستر الله يستر الله خويا خصناش دابا اليوتيوب ولا حاشاكم تقاد دخلوا تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والله العظيم بالله قليل الناس اللي عندهم محتوى زوين والله الا حق الاغلبيه بزاف داكشي والله لو كان والله لو كان الناس ما يتفرجوش في داكشي هادوك اللي كيديروا محتويات خايبه غيتصلحوا بالسيف عليهم لان نهار يلقاو الموجه طاحت ليهم شكون اللي كيقد بنادم اه قالك فين بغيت تقاد المواطن كضربوا لجيبو راه ماشي كدير له كضربوا لجيبو كيتقاد مثلا عطيني لك قانون السير دقيقه ما تهش التليفون خليني نهضر عطاكم تصفيق الهضره ما تكثرناش واحد البكره خلصنا مثلا عطيني قانون السير غادي في الطوموبيل تيقول لك زيدي التليفون تخلص عليه 500 درهم داكشي اللي كتبقى غادي وخايف اه ان تيكون طوموبيل ولا كنت فشي بلاصه ما شافك حد كتجيب دوك كون يديروا والله كون يديروا شي قانون لهذا اليوتيوب هذا شكرا تدخل سي ايوب شكرا لك بزاف لهذا نرجعوا للمقادير اخوتي الصراحه داخلين سوق راسنا وزيره والله لا انا نصيحه مني ديالك انا نصيحه مني لاي واحد باغي يبدا اليوتيوب حاول انك تبقى بوحدك الدومين ديال اليوتيوب كيبغي تبقى بوحدك حتى لا تعرفتي على يوتيوبرز واحد اخرين يبقى بيناتكم الاحترام السلام السلام لا شوف واخا تعرف على يوتيوبرز واحد اخرين يبقى بيناتكم الاحترام السلام السلام بخير لا هي دابا الامور الخاصه ما تدخلش بنادم فيها لا سالينا شكرا دابا قوت هاد المدابزات وهذا الشيء دابا هذاك السيد تيشوف قناته طايحه تيقول اش ندير ما ندير تيقول له ضرب هذاك اللي مشيت عنده بعدا هو نيت احكى راه عرف على شي حوايج كان ما نقول والله يستر ما بقى تيقر ما بقات لا جوره لا طعام لا بنادم ولا خليت تبرك كاع في اليوتيوب الله يستر يا ربي والله الا واحد النهار انا بعدا ضربني خاطري جا ايوب وعقلت عطيتيني دايره كنت تفرش في تي في وهادي قلت لهم الله يستر بزاف هاد الشيء والله الله احنا مسلمين زعما الله يدير الخير وصافي والله الله يدير الخير هذا من واش هادي الله يدير الخير والله يتاوينا والله يرزقنا من حياتنا لا تحتسب لينا ولكم الله ينجحكم يا ربي امين ندوزو المعقول والله الا غنفكروا شي حاجه غنرجعوا خلي بنا ساكتين غنستي وما شي حاجه المهم هادشي اللي قالت لي خوتي اللي قالت لي نوال انا جبتو عندكم ما عارفين اختي نوال ما كتبانش انا داكشي اللي تقال لي من المكان المختص ديال هاد المسكوته هي راه جدت لها عطاتها كلشي صافي عطاتني داكشي اللي خصها دار انا خوتي وها كدير واحد اخر راه كدير واحد اخر عاوتاني بالقرقاع راه تشوفوا الا عجبتكم عاوتاني وشاركوها معكم اه واعره بزاف هاد الحاج بغاها الحاج على المصران هذا صحيه 100% صحيه هذا تبع بهاد البلدي المصران قال لها ديري هاد المهم دابا خوتي يلاه صافي دابا يلاه دور ورقه وستيلو اول حاجه كنبداو بها جينا نجلس هنا اول حاجه كنبداو بها اش باش تبداي شابه قالت اول عطاي بره اول حاجه كنبداو بها هي لا لا وشات وشات والله لو مشات ديرها زعما
ابا زعما تشقف هاك اش غتشقف هاك غنشقف لك شي واحد اخر خليه يقلب البيضه ما تسيدي ربي سجي بيضه سجي بيضه راه دابا ولا عندي غير بعض البيضات سيري قدي قدي واش غنقدر خصني بيضه ما بقيتش تلعبي معايا داك اللعب عمرك شايب مع هاد البيضات جمعيها انت هادشي خديجه تغوت علينا هي اللي تتسيق مسكينه ايوب تاع الصباح ديبو ديبو دابا خصنا بيضه دابا ايوب خاف صحتو انا بغيت ندير داك الطف طف طف غن اييه ترسي على انا رزاف في راسو ساعه دار هاوي خويلي لي هو تجي لي بغيت ندير 10 قبل الوقت ساعه ايوب انتما كتشوف خديجه نتسيق لنا عاوتاني كلشي ويا خوتي كما كتشوفوا دابا ان شاء الله غنشارك معكم صراحه جبتني جلسه هنايا انت ملي كتفرجوا راه الجلسه واعره صراحه ظلم جايه وقاده عرفتوا جلسه مخيره واحد الجو شوف 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 واحد الجف والعنب شوفي فوق راسك العنب فوق راسك دوماج كيبان طيب كنعني كنجلط ممكن ناكل ورد حدايا والليمون حدايا وانتوما حدانا اسي هاد الليمونه ما تنديرو بها حتى شي حاجه هاد الليمون هادو راه كبر انت كنصغيوره راه ماكلش غير صغير غادي تكبر دابا غادي تدي تقيت عس ليه ويا صعيبه شتو يا نفاده ويني صعيب بسم الله اجي هنا حدايا اجي نكزو داك الساعه انت ما تستاهليش اجي وبغا زعما طلع لك شعرك ماشي عندك جي طبيعي ما انت ما تيحتيش دابا غادي تكال شعرك بعدا لا قولي شحال درتي الناس ديال البيض تما خمسه راه قلتهم خمسه البيضات يا راه ديري خمسه البيضات زيدي شنو واحد اخر جوج ديال الصفلتا اجي جوديا هكا قالت لي نوال قالت لي شوفوا راه باش نقولكم اللي كاين نوال قالت لي ديري فيها كل شيء لوحي كل شيء في الطربي عاود طربي ها انتما درت خمسه البيضات غنزيد الضنونه هذه قالت لي كل شيء وعطر مزيان قالت لي خويا كل شيء وطربي كل شيء في خطره ها انتما هذه ضنونه ديال البنان تايه ديالها عندي كاس ديال الزيت ها هو ديال العنبه هانتوما نزيدو فيها كاس ديال السنيده ديال العنبه وغندير جوج خنيشات ديال جوج خنيشات ديال الفانيك عرفتي كانت واحد الماركه ديال هادو كانت قديمه ديال الزا فنان دابا كتمشي الحوت ما لقاش بزاف دقه غير ايديا هذيك الزا اللي تنشريو هذيك واعره هاد حبيبه سمحوا لنا كاينه ديال الفاني وكاينه قيده ديال الليمون ياك الزهر يا الزهر واعره واحد ريحتها تحمقني ديال الزهر هذيك عطيت لي زبيونه ندير هذيك ندير خمارات عينها ما اجي تدي شفتوا اخوتي راه تنطق الفيديو ما كنبغيش نبقى نقطع داكشي بهضركم حدانا دابا كنطق داكشي ديرها 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 هذا الجو زوين في العشيه والله الا عرفت عاد تفرجوا هنا حتى نحتاجوا هنا ها خماره اللهم لك اه قلت لهم اخوتي المقادير اللي عندي دابا ندير كلشي في خطره هذه اللي كنت نيت زربانه وجا كنت طيف على غفله هاد المسكوته اه ضيا ضيا ملي ملي سامع راه كاين اللي تعطيو للوليدات الحلفه دابا تجيبي له هو يرول شي نهار نقول اسامه يشارك معكم شي اكله اختار اكله فوق كتبوا لي في الكومنتات شنو تبغي اسامه هو يرول يدير راسه شنو تبغي اسامه يشارك معكم ها انتوما شو قالك حتى هو تيرقى هاكا اسامه هاكا 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 حتى هو بنتي يلاه خويتها هذيك شنو نديرو معاهم حضر يدك طيرتي انا كامله مع الريح كاين شي داك الضرب شي الضرب وري يا اسامه وري شوف حبيبه يلا يا كبيده كبيده عجول حال عجول حال شوف القمشه كي بقات له المشاهدين راك تقول لي في الكومنتر قالوا لي واحد سلام الله عليه بقات له الاثار قالوا لنا داك بوعبلة درتها له درتها هكا يا صغيره درتها على وجهها درتها في وجهها شنو كيخصو دابا خصو يمشي غير البحر يضرب بونزا صافي وين الاثار ديالها بقات لا ما تيبقاش ها انتم طحينا اخوتي راه سمعي خندير انت واحد زيد واحد زيد جوج مازال ما وصلتش جوج هما جوج زيد ثلاثة قول ثلاثة ثلاثة زيد أربعة برافو أسامة زيد خمسة برافو ولدي زيد ستة صافي صافي دابا خلينا دابا تنعرفوا شنو كاين والمكون دابا جبدوا لكم اخوتي حيت ضروري خصني نخلطو ما نخليكم تا التالي وتشوفوه بلا تمشي لا نديرو هذا المهم المكون اخوتي هو هذا ها هو وعن وري لهم عن وري لهم عن وري لهم قلت اسامه وري لهم اجي هنا وري لهم اسامه اجي وري لهم اجي وري لهم اسامه تما سلام هذا الفلون خوتي ديال البنان اللي دارت اختي نوال
وهذا المكون اخو زادته وجواع جواع اخوتي اللون هذا هو المكون السر ياك وعاد لك كان بيض بلدي كنتي صفراء لكن راقيه درنا البيض بلدي نيت وهذا تصور بيض البلدي اه بيض البلدي وهذا جات صفراء 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 جات صفراء حتى واحد اللون لاخاطش بيض البلدي صبح هذا مع هذا كيكون صفر واحد اللون فيه بوحده يلا ماما يلا ش يلا ولدي هذا سميته بنان بنان هذا سميته بنان وعند الحلال كاين ها انت ما لا نحل باش ما تصور لا انا دواء انا بطل تحت ولدي بطل تحت حل حل مشاك مشاك حلاك تيصوب ولي تفضل الله شتي خصهم يديروا كلشي حتى هما تيبغيو يشاركوا في بزاف الحوايج داك النهار ضحكني اسامه قال لي قلت الكوزينه جا خص لي معن قال لي بدا كيخرب حداياك وطلق الماء وعطو الروينه داير تماك وكيدير قال لي تاتا لي قال لي قول الله يرضي عليك يا ويقول لي قول الله يرضي عليك زعما راني عاونتك صافي بارك بارك صافي وجي تجي صافي دابا صافي نمشي لك ما ندير هذا هاتو هذا المساعد ديالي ولدي الصغير هاي نمشيك نمشيك باش نمشيك يلاه دير واش تي الطحين سما هزيت هاي ولات كلام لا طو طو ندير انا زيد الطحين زيد الطحين زيد درنا الصاد المعلقه اخوتي دابا غنزيدو الطحين يلا واحد واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته صاف بارك هاد زدنا الصوح داخلين هما 12 معلقه كبار يلا ديرهم انا دابا نشوف اش نقلبوها شوفوا واش داك الخليط كيخصو يجي خصو يجي ما عارفين الخليط المسكوتي خصو يجي زوين خصو شي جنب خصو يجي ثقيل مختبل بلاتي 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 ثم وجد لي المعلقه ماشي صافا قالك زيد زيد جوج زيد جوج هما اخلو 12 11 يلا زيد 13 صافي هذا شي 6 في الاول 6 في الثاني 12 13 14 المعلقه دابا ايوا المهم ها الفرصه رطب هذا 14 المعلقه 14 معلقه 14 معلقه واش كتجي هذا كيعيبني قال صافي عين عين يلا دير بركه صافي نشوفوا المسكوته ديال اسامه او بركه صافي وصلنا 14 معلقه اخوتي والمقادير اللي قلت لكم وهذا ديال البنه اللي درت فيها شد لبيل لا سمع هذا هذا عندهم صباح انا نوريهم انا نوريهم وهذا المول اخوتي قديم انا ولا بلاتي غير بس عيب بلاتي هذا المول اخوتي قديم ديال خالتي فاطمه واعر عرفتي هذا مول من يامات با موقيل هذا المول هذا اسامه ما عرفتش واش تمشي تجيب لي سباتولا هاك قول اسامه سباتولا قول سباتولا سباتولا يلاه سي عند عمي تقول لك كوا فاقي سباتولا سباتولا وريهم وريهم في الكاميرا وريهم وريهم الخليط اييه وحركوا حركوا عندك عندك طيح ها انتم اخوتي هذا هو الخليط وندورو هاك لا برافو اسامة يلا ما نسيتش بلا سباتولا باش بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قول اسامة قول قول بسم الله بسم الله بسم الله هاكا داك النهار خوتي جات صفراء على هاكا حيت كان البيض البلدي جات صفراء 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 رسم عطي الريحة ديالها في النار صافي اسامة العين وسامة ولا اسامة ريحة زوين ريحة زوينة ماما العين هاكا فين راح نضغط من هنا فوتو لا انت تنسالي هانتو تنسالي وقصة عرفت شو خلي وسام ما تحركنيش هما نرد عليك قص الوقت هاكاك ما كيصوروا بك درقتي انا وسام انا وسام درقتينا سعيد بايخ
جلس على هكا. سما زوين وسما تعاونيك ليك ماما. وشاهد تو حتى عنده واحد صاحبو سميتو شاهد عزيز عليه. وزياد انا ما خرجتش تلعب مع شاهد. وزياد ها ما خرجتش تلعب هاد المرة مع شاهد وزياد. ايه شنو دابا ظلام الحال تغدى تغدى تلعب معاهم صافي غادي ديرها فران دابا دابا غنديرها فران اخوتي كما كتعرفوا مسكوته كطيب لا ما تحرقش دابا لا صافي كما كتعرفوا اخوتي مسكوته كطيب غير من تحت العافيه هكذا والعافيه يعني تكون مهيله باش كطيب على خاطرو كتزيد طلع 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 شوفوا ديما مسكوته اخوتي يكون يعني يكون فران سخون قبل وديرها طيب وخليها على نار مهيله لا صافي وصمه كنهضر كنهضر صافي تكون على نار مهيله وكتطلع بشويه بشويه ديك ديك الطلعه هي اللي كتفقع وكتجي واعره وكتطلع حتى للفوق. المهم دابا غنمشي باش نديرها ان شاء الله في الاخر في الفران باقي شنو راه ديجا هي طيبات واحد راه الفران غادي يكون سخون وغنديرها طيب وغنشاركها معكم اخويا. ديرها وسما شطيحه ديرها وسما شطيحه و دير عليك حبيبه كبيده ماما يلا غنمشي للرياض يلا ماما زيدي الله يبارك برك يلا برك برك ها انتوا بنت كما كتشوفوا الفران راه سخون عاد دابا سات منو الماء الحباب والصحاب كما كتشوفوا اجيكم الصراحه ما غاديش نكذب عليكم المسكوته اللي وجدت البارح نورك نقول لكم الخطا اللي درت اخوتي هي انا فاش طيبتها نقص بزاف اخوتي الفران نقص لواحد الدرجه باش يطيب زعما باش طلع مزيان درتي 140 درت خطا اخوتي طيبته على 140 درجه و 140 درجه صراحه الله طلعت المسكوته واني ما فقعاتهاش ديك التفقيعه اللي بغيت فهمتوا فلهذا البارح ما صورتها لكمش جات واعره بهذا يشوفوا جات خطيره البارح ولكن انا العاطر المتبعين شنو كانوا باغيين يعني كانوا باغيين هذه السكوته هذه اللي كانت فقعات من الفوق وجات واقفه وباينه يعني حتى الاخرى جات واقفه واني ما تفقعتش يعني جات عاديه وطالعه هذه تفقعات وجات طالعه اكثر من الاولانيه فلهذا عاودتها هاد الصباح هذا وجهت لها جهت لها العافيه درت لها 190 درجه من الفوق ومن تحت ودخلت كطيب وصراحه الله جات واعره بزاف هانتوما راه نفس المقادير نفس كل شيء وكنعتذر منكم اخوتي لحقاش انا بغيت يعني الحاجه اللي صورتها لكم كنعطيكم مصداقيه ما كنكذبش عليكم ومسكوته اللي درت البارح جات واعره وكليناها ما بقات ما بقى منها والو وهاد الصباح راني عدت راه باقا سخونه هذه كما كتشوفوا راه شوفوا تبارك الله جات مفقعه كامل الفوق وزوقتها بالفيتين وشويه ديال الكونفيتير ديال المشماش جات واعره بزاف جربوها البنات ولكن كما قلت لكم البنات ركزوا عافاكم على درجه الحراره الفران يكون سخون قبل ديريه يسخن قبل على 190 درجه الفوق والتحت وحطيها طيب حقاش ديك السخونيه من الفوق راه هي اللي كتفقعها كتجي واعره وسمحوا لي البنات طولت عليكم كنعتذر منكم من راحه اخرى وبسلام عليكم اخوتي لفيديو اخر ان شاء الله بسلامه.